لو الحكاية فيها إن فيديو بنتي في الحر في الشمس علشان نازل وكلنا كرام احنا كنا بنطالب باستقلال الجامعة القانون كل ان انا اقول رأيي طالما ان انا ما بتعداش على حريات اي حد على حر طالما انا كان في شهر 2 كان بسبب كتابات على الفيس حول اساتذه الجامعه للتحقيق بسبب كتابات على الفيسبوك يعني تخيلوا استاذ الجامعه ما بيعرفش حتى يقول رايه على صفحته الشخصيه في الفيسبوك ولما تحولنا مجلس تاديب بسبب الفيسبوك مجلس التاديب رفض التحقيق وكان ايقاف 3 شهور بدون مرتب ومجلس التاديب رجع المرتب كامل دي رقم 1 في المجلس الاول طبعا ما عجبش اداره الجامعه كده فعملت حاجه تاني اقوى عملت ايه راحت جمعت سيديهات شغل امن الدوله جمعت سيديهات شغل مرتضى منصور للاسف بيحصل في الجامعه جمعت سيديهات من ايام رابعه والنهضه وقالوا في واحد اسمه محمد مقدم شكوى في الاساتذه انا والدكتور سيف عبد الفتاح طب ايه الشكوى دي فيها ايه ان احنا وقفنا على منصه رابعه والنهضه طب ايه علاقه رابعه والنهضه بالجامعه هو احنا خربنا في الجامعه دي رقم 1 رقم 2 قال احنا بنحرض الاساتذه على تخريب الجامعه طب انتوا موجودين معانا من اول وقفات هو احنا بنعمل حاجه بنخرب فيها الجامعه وهل رئيس الجامعه يجي له شكوى من شخص مكتوب مجهول يحولها للتحقيق هو ده القانون هو ده القانون احنا اتعلمناه انا ولا سرقت علميا ولا الدكتور سيف سرق حاجه علميا ولا خدونا في وضع مخل زي ما بيحصل مع اساتذه كتيره ولا ان احنا نطينا وخدنا فلوس من بعثات ومن صناديق خاصه كل اللي احنا عملناه ان احنا بنقف كده دكتور بيعتقل بنقف معاه طالب بيتظلم بنقف معاه طالب بيتقتل عند ركبه جنب مكتب رئيس الجامعه بنقف معاه طالب بيروح السجن وبيطالب بابسط حقوقه ان هو يمتحن مش عايز حاجه عايز يمتحن احنا بنقف معاه الكلام ده ما عجبش اداره الجامعه او ما عجبش اللي بيوم للقرارات على اداره الجامعه فعملوا لنا الشكاوى الثانيه احنا مش هنخاف هيعملوا ايه يعني حولنا مجلس تاديب هيعملوا ايه بعد مجلس تاديب